نعم جوزيفين، تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الجديد. خرج قبل قليل الزميل محمد فرحات من المركز الطبي في الجامعة الأمريكية هنا في بيروت، وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية إلى جانب زميلنا المصور إلي أبو عسل اللي بعده جوا وناطرينه لحتى يطلع نعرف شو وضعه الصحي، خصوصا أنه شفنا يعني ردود بوجهه وجروح كثيفة بوجهه. بدي انتقل مباشرة لزميلنا محمد فرحات، حطنا بالجو. أول شيء شايفينك نفسيا صرت أحسن وأقوى وبعدك محافظ على القوة اللي كنت فيها بالجنوب، حطنا بالجو أكتر، شو بين مع الزميل إلي أبو عسل وشو بين معك؟ أول شيء نحن القوة ما حنخسرها من صاروخ، نحن قوتنا هي مزروعة فينا من الأساس وما ممكن أي اعتداء أنه يأثر علينا بهذه الطريقة. لا للفحوصات كانت الحمد لله منيحة وكل شيء كان تمام، شوية ردود بسبب الحجار يعني اللي كانت عم توقع علينا، بس انه الحكمة طمنونا وكل شيء كان منيح وفينا نظهر على البيت. الزميل إلي ابو عسلة بعد الصور ما خلصت لانه في عنده جروحات براسه وبوجهه كمان، فبحاجه لفحوصات اكثر، وعنده كمان شويه ردود بجسده، خصوصا انه إلي يعني كان موجود تحت ازاز وانفجر الازاز ونزل عليه، فبعتقد كمان صار مفروض يطلع باي لحظه. بس انه بشكل عام الوضع تمام بطمن، خصوصا الزملاء بمختلف قنوات تلفزيونيين كان مراسلين او مصورين بتلفزيون ميادين وبتلفزيون منار. المراسلين مراسل الميادين علي شعيب ومراسل المنار علي شعيب ومراسل الميادين فاطمه فتوني بخير، ما تعرضوا لاي اذى. عندنا زميل مصور لقناه القاهره الاخباريه للاسف يعني هو كان يعني علق تحت الركام ونحن شلناه، بعتقد انه في عنده كسورات بالحوض تحديدا. الزملاء التانيين كمان مجموعه ردود بسبب عصف الانفجار الكبير والحجار. الزملاء بالجزيرة كمان ردود، بس انه بمجمل الاحوال اصابات خطرة ما بعتقد فيه، يمكن الزميل حسن حتات بس هو اللي تعرض للكسور بسبب حجم الاحجار اللي نزلت عليه والطريقة يلي علق فيها تحت الركام، واستدعت انه اكثر من 10 دقائق ربع ساعة لنسحبه لقدرنا نسحبه، بالاضافة للشهداء الثلاثة الله يرحمهم يعني ودعناهم. كنا سهرانين نحن وياهم قبل بساعتين من الضربة وخلصنا السهرة وكلنا رجعنا كل واحد فات على قطه على بيته لينام. بس كنتوا مجتمعين قبل الاستهداف العدواني بشوي؟ نحن الفكرة انه بحسبية والقطاع الشرقي كلنا عندنا نقطة واحدة لنبث منها ونطلع منها لايفات، وهي بحسبية بمنطقة اسمها البياضة، وكل الوقت بنكون مع بعض، وحتى بس نرجع نخلص وتعتم كانت الدنيا كنا ننزل على الأوتيل، وأكيد كل الوقت كنا نسهر مع بعض ونحكي مع بعض. يعني أبو رضا الله يرحمه محمد رضا الشهيد التقني بالميادين كان آخر حدا قعدنا معه من الشباب الثلاثة، للأسف يعني ما بعد ساعتين كانت إسرائيل مقررة أنه بدها تقتل، وكان أبو رضا هو والشباب يلي استشهدوا نتيجة لهذا العدوان. بدنا نكفي الرسالة. آخر رواية هيك بتحب أنه بتتذكر تخبرها اليوم مع أحد المصورين أو أحد المراسلين اللي استشهدوا؟ لأقلك شيء وسام، نحن نقول له ويسو. ويسو مبارح قص شعره، قلنا له انه زغران، وحتى انه ما كان عندنا فكره ليه تصور هذا الفيديو اللي انتشر له. ابو رضا بالليل كنا سهرانين كنا عم ننكت وكان عم يخبرنا نكته كثير مهضومه يعني. ذكريات صرنا نحن سنه تقريبا بالاكثر من سنه بهذه الحرب وكل له فتره مع بعض، وقد ما حكينا عن هذه الذكريات بضل قليل يعني. الشباب اللي راحوا هن خيره الشباب، هن الاكثر شباب اوادم اللي شفناهم بهذه الجبهه. خسارة كبيرة للصحافة، خسارة كبيرة للبشرية بشكل عام بلبنان، لأنه يعني كل الشباب الثلاثة يلي استشهدوا هن من أفضل الشباب يلي ممكن تتعامل معهم أو تكون عم تسكن حدهم أو عم تتعاطى معهم، فبالتالي هذا هو العدو الإسرائيلي وهيدا الهمجية الإسرائيلية. مثل ما ودعنا فرح وربيع وعصام، كمان اليوم ثلاث شباب عم نودعهم. مثل ما كفينا الرسالة بوقتها مفروض نكفيها كمان هلأ. صح بعدنا لأنه بالنهاية في سلامة شخصية، ولكن بده يجي وقت أنه بدنا نكفي وبدنا نفرجي. يعني أنا هون محرقص أنه هلأ كيف تارك الجبهة، بس أنه بمحل من المحلات راجع يمكن ما حدا بيعرف، بس أنه أنا إذا كان القرار بإيدي طبعا هلأ برجع هلأ بهالسنة.
الحمد لله على السلامة محمد فرحات. يعني ننتظر خروج الزميل المصور إلي أبو عسلي. هون كمان في مدير المصورين بقناة الجديد أبو عمر ناطره بفارغ الصبر ليطلع من الفحوصات الطبية وتبين النتيجة نتيجة هذه الفحوصات، خصوصا أنه نرجع منكرر شفنا ردود بجسمه وإضافة إلى جروح كثيفة بوجهه للمصور الزميل إلي أبو عسلي. سننتظر خروج الزميل أبو عسلي ونعود إليكم في حال إيجابي.